بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما زلنا نتواصل معكم في برنامجكم احاديث وعبر والذي نتناول فيه القصص النبويه الشريفه والاحاديث نتلمس منها العبره الحكمه نستخلص ما قاله العلماء رحمهم الله حتى ننتفع في الدنيا وفي الاخره اليوم ان شاء الله ايضا راح يكون موضوعنا موضوع ايماني يناسب الاجواء الروحانيه التي يعيشها الانسان خصوصا في هذه الايام وغيرها من ايام مباركه فالموضوع هو عباره عن الخوف من الله سبحانه وتعالى وسوف اتكلم ان شاء الله عن المفهوم الصحيح للخوف من الله سبحانه وتعالى لا كما يظنه بعض الناس وكما يروج له بعض الناس فسوف نتكلم اليوم ان شاء الله عن الخوف بمفهومه الصحيح. يروي ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: كان هناك رجل في من كان قبلنا في الامم السابقه يسرف على نفسه ومفهوم يسرف على نفسه انه كان يفعل معاصي ونسي الله عز وجل وغفل عن طاعه الله سبحانه وتعالى يعني رايح فيها مروح هنا بالعاميه نقول شخص مسرف على نفسه فلما حضرته الوفاه قال لبنيه لابنائه اذا انا مت فاحرقوني طبعا الحرق ما يجوز في شريعتنا الاسلاميه لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الغسل والدفن والصلاه الى اخره التي تنفع الانسان وهي دعاء للميت لكن هذا في من كان قبلنا اذا انا مت يقول فاحرقوني ثم اطحنوني اطحنوا اطحنوا هذا المتبقي حتى يصبح رماد ثم ذروني في الريح وفي روايه في يوم شديد الريح يعني في هواء متطاير في ريح شديده ثم ذروني في الريح فوالله يقول لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد السبب اللي دعاه يقول لابنائه احرقوني طحنوني ذروني في الريح حتى الله ما يقدر علي ما يقدر يجمعني. فلما مات فعل به ما فعل. جاب أولاد جابوا اولاده جابوا حرقوه طحنوه خذوا الرماد ورموه في يوم شديد الريح. ونسي ان الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فامر الله الارض فقال لها اجمعي ما فيك منه فجمعت كل ذره فإذا هو قائم سبحان الله كيف جمعه بقدرته وجبروته وعزته سبحانه فجمع هذا الإنسان فوقف أمام ربه فقال له ربه سبحانه وتعالى: ما حملك؟ وهذا حديث صحيح، ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك خفت منك وفي رواية أخرى: مخافتك يا ربي قال الله عز وجل فغفر له وفي روايه اخرى فتلقاه برحمته ولذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سمعت قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اهو الذي يسرق ويزني ويفعل ويشرب وكذا هذا اللي يفعل ويخاف قال لها لا يا ابن تصديق انما هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويزكي و ويفعل ولكنه يخشى ان لا يقبل منه فهذا الخوف هو مدار عمل الانسان نتوقف ان شاء الله بعد ذكرنا لهذه القصه بفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام هذه الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتكلم عن الخوف من الله الخوف من الله صفة إيجابية تبعث على العمل ولا تبعث على اليأس والقنوط وترك العمل فهذه نقطة مهمة جدا إحنا اليوم الخطأ الذي يفهمه كثير من الناس أن نظن أن الخوف مرتبط باليأس أنك أنت لازم تخاف فما تعمل أنك أنت لازم تخاف فما تجتهد أنك أنت لازم تخاف فما تبذل وهذا خطأ لمفهوم الخوف من الله سبحانه وتعالى لأن الخوف لابد أن يصل إلى مرحلة فيقف ونقصد في هذا أن الخوف يصل إلى مرحلة أنه يبعدك وينهاك عن الوقوع في معصية الله ويقف عند هذا الحد خلاص فاصل بعد هذا اعمل وترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى ابذل لأن من لا يعمل لا يخطئ ورسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد الحقيقة كل ابن آدم خطاء فإذا إحنا لا نفهم الخوف انه هو خضوع وتبتل ووجهك منكسر ووجه و لا 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 هذا ينافي حقيقه الخوف من الله سبحانه وتعالى فاذا الخوف يبعث الانسان على العمل الصالح يبعث الانسان على الاخلاص يقول الله سبحانه وتعالى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريره فقدم العمل على الخوف قال انا نطعمكم انما نطعمكم فهذا عمل ليش انا نخاف من ربنا فاذا المفهوم الصحيح للايه المفهوم الصحيح للخوف انك انت تقدم العمل فاذا الخوف باعث للعمل وليس مثبط للعمل هذه نقطه النقطه الثانيه ان الخائف من الله سبحانه وتعالى مؤدي لحقوقه فالخوف من الله يجعل الانسان مؤدي لحقوقه على اكمل وجه حقوق نفسه حقوق اهله لانه يخاف الله سبحانه وتعالى ويتذكر ان الله عز وجل سوف يحاسبه سوف يعاقبه سوف يجازيه بالاحسان احسانا وبالاساءه سوء لان الله عز وجل يزن بميزان العدل والحق سبحانه وتعالى ولذلك إذا خاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى يؤمنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فمن يخاف الله عز وجل لا يظلم غيره بل يكون مؤدي لحقوقه وإحنا اليوم بالعامية إذا شفت واحد سوى خطأ ولا ارتكب معصية ولا مثلا سرق فلوسك ولا صار بينك وبينه تجارة ومعاملة وبالعامية إحنا نقول أكلها شو تقول له؟ تقول له ما تخاف الله صح ولا لا؟ هذه الكلمه دارجه يا اخي ما تخاف الله تسوي هالعمل، يا اخي ما تخاف الله ما أخذ حق فلان، يا اخي ما تخاف الله خليته يشتغل وما اعطيته اجره وحقه صح ولا لا؟ هذه الكلمات تقال اذا مخافه الله دافعه للانسان للاهتمام بحقوق الاخرين. الخوف من الله ينشر الامان بين اوساط المجتمع. ولذلك احنا نشوف في مكة وفي غيرها لما يحين وقت الصلاة الناس ما تقفل متاجرها وحوانيتها بالقفل كثير منها يحطون القماشة ويروح يصلي الريال ويرجع صاحب الحانوت ليش؟ لأن في ناس خايفة من الله فالمجتمع خايف من الله يصير فيه أمان عمر رضي الله عنه أرضاه لما دخل عليه رجل من رستم رسول شاف نايم فقال له عدلت فأمنت ها فنمت فخلاص انت تخاف من منو لانك انت خايف من الله والناس خايفة من الله فما في احد راح يعتدي على اموالك على ممتلكاتك الخوف من الله سبحانه وتعالى به تقل السرقة مع الاسف الناس ما قامت تخاف من الله تتعدى على الاموال الخاصه تتعدى, تتعدى على الاموال العامه لو كان في خوف من الله لو كان في شعور بان الله سبحانه وتعالى يراقبك انت ايها الانسان فحصل لك خوف منه سبحانه وتعالى ما تسرق ما تخون الامانه ما تتعدى على اموال الدوله ما تتعدى على على اموال الاخرين وهذا كله باعثه الخوف من الله سبحانه وتعالى بالخوف من الله سبحانه وتعالى تقل الفاحشه تقل الفاحشه اليوم مع الاسف بعض الناس بداوا يجاهرون بالفاحشه بالمعاصي ومع الاسف لم يراعوا للناس مشاعر تجد يعني متبذل وتجد متهتك لستر الله سبحانه وتعالى سواء كان من الرجال او من النساء وما خافوا من الله سبحانه وتعالى حق الخوف ولذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى يدفع الانسان الى ان يعني لا يفعل تلك الفواحش. الخوف من الله سبحانه وتعالى به لا تجد مظلوما ما راح تشوف واحد مظلوم وكثير ما كنا نسمع من مشايخنا الكرام يقولون لا تخف من شخص يخاف الله سبحانه وتعالى. ما راح يظلمك شخص يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب علينا ان ننمي ننمي وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى. قبل ان اذكر كيف ينمي الانسان وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى اذكر لماذا لا نخاف الله؟ ليش ما نخاف الله؟ لا نخاف الله لاننا نسينا الاخره مع الاسف. وانا تكلمت في حلقه من الحلقات عن الغفله. احنا غفلنا عن الاخره فنسينا ان هناك يوم يحاسب فيه الانسان بل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح يحاسب حتى الشاة التي لها قرون لما تنطح الشاة ليست ذات القرن حتى يتصافيان كما جاء في الحديث الصحيح ثم يكونون رماد فالله سبحانه وتعالى عنده ميزان العدل يوم القيامة يحاسب كل إنسان على ما فعل فلما نسينا إحنا يوم القيامة نسينا الآخرة ما قبلنا نخاف من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني لماذا, لماذا لا نخاف الله لأننا نسينا الموت الواحد حسبانه راح يخلد راح يعيش أبد الآبدين فما عاد يخاف من الله سبحانه وتعالى لماذا لا نخاف الله؟ لاننا ابتعدنا عن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، اخر شيء نفكر فيه هو السنه والاقتداء بالسنه وكيف هو منهج النبي صلى الله عليه واله وسلم في تعامله في تعامله مع ربه ومنهج النبي صلى الله عليه واله وسلم في تعامله مع نفسه، ومنهج النبي صلى الله عليه واله وسلم في تعامله مع البشر، نسينا هذا كله فما عدنا نخاف من الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نخاف الله سبحانه وتعالى؟ لاننا استسهلنا الحرام. لماذا لا نخاف الله سبحانه وتعالى؟ لاننا تعودنا الحرام. فالاستسهال للحرام عاد ما عاد الحرام امر صعب عندنا، امر سهل فصار امر عادي عندنا ولذلك لا نخاف الله سبحانه وتعالى. نتوقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتكلم عن موضوع الخوف من الله سبحانه وتعالى الخوف من الله واجب على كل أحد ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا الناس وخشوني وإياي فارهبون كلها أوامر من الله تدل على انك يا انسان يجب عليك ان تخاف من الله ان تخشى من الله ولكن اعيد واكرر ان الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يعني تحطم وتحطيم النفسيه وانما هو الابتعاد عن مخالفه ما امر الله سبحانه وتعالى لا يعني عدم مخالطه الناس لا يعني انك انت تعيش في عزله لا الخوف من الله باعث على العمل. الخوف من الله باعث على ان لا ترتكب معاصي الله سبحانه وتعالى، هذا هو حد الخوف. فاذا الخوف شعور ايجابي وليس شعور سلبي. في اخر الفاصل هذا راح نذكر شلون الواحد يقوي وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى. اولا وما في احسن من هذا الشيء. اللي هو يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. يا اخواني يا اخواتي والله مهما قلنا ومهما نصحنا ومهما وعظنا ما راح نجد غير كتاب الله سبحانه وتعالى واعظ ولن نجد مثل كتاب الله سبحانه وتعالى موجه فمن يتدبر ايات المولى سبحانه وتعالى ومن يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى. يعيش مع الخوف من الله، يعيش مع الخشيه من الله سبحانه وتعالى، ويجعل في ذلك الشعور المتوازن الذي ذكرناه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فاللي يتدبر احنا لا نريد القراءة هكذا نريد التدبر القراءة مع التدبر من يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى حتما سوف يصل إلى الخوف من الله والخشية من الله وكما قلت الخشية والخوف من الله الداعية إلى العمل والناهية عن الإثم كذلك من الوسائل التي توصلك إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى الصحيح تقوى الله سبحانه وتعالى من خلال فعل الطاعه وترك المعصيه ولذلك يزرع الخوف في قلوب الناس بعملهم للطاعه ويزرع في قلوب الناس الخوف بتركهم للمعاصي لان المعصيه هي كالوسخ والران على القلب تسوي له صدأ والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان القلوب لتصدأ وجلاؤها ذكر الله، انت تريد ان تمسح هذا الجلاء وهذا الران انما يكون بالذكر لله سبحانه وتعالى اي بالطاعه. ففعل الطاعات تقوى الله سبحانه وتعالى وسيله للوصول لخشيته وخوفه سبحانه وتعالى. من وسائل المعينه على الخوف من الله تعظيم محارم الله سبحانه وتعالى، عظم الحرمات. وكما قلت في اكثر من مره واعيدها لاهميتها، يا جماعه لا نستسهل الحرام. لا بد ان احنا نعظم الحرام لا بد اني انا اعرف ان اي خطا على إنسان خطا وحديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم الذي قلناه مرارا وتكرارا ان المؤمن يرى ذنوبه كالجبال فوق راسه والكافر يرى ذنوبه مثل الذبابه على انفه يقول فيها هكذا احنا اذا شفنا ان الخطا بسيط وان المعصيه صغيره وان كما يقول أحد الصالحين لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت ولذلك أنت لما تقف مع مسؤول تراعي كل كلمة حتى صغيرة لا لا يزعل مني لا يفهمها خطأ فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أجل وأعظم أن تعظم حرماته أن تعظم الأمور وكما جاء حكاية عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون او يفعلون. هؤلاء ما كان بينهم يعني غضاضه ان الواحد يفعل معصيه ويسكتون عنه ليش؟ لانه اصبح امر المعصيه امر سهل. فانت شلون تخاف من الله اذا كانت المعصيه عندك سهله؟ كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى اذا كان الخطا على الاخرين امر عادي. كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى اذا كان امر الرشوه عندك امر عادي. كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى وانت تاكل الحرام عادي كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى وعندك اكل الربا امر طبيعي كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى وانت تضيع صلاتك عندك امر عادي كيف تخاف من الله سبحانه وتعالى وانت ما تصوم امر عادي ومع الاسف بدا بعض الناس يجاهرون بتلك المعاصي استصغارا لها يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من الأمور التي تعيني على حصول خوفي من الله سبحانه وتعالى معرفة أسمائه وصفاته وتدبرها والتفكر بها والتعقل بها لما تسمع أن الله سميع لما تسمع أن الله بصير لما تسمع أن الله قدير لما تسمع أن الله عزيز لما تسمع أن الله قوي لما تسمع أن الله جبار لما تسمع أن الله منتقم سبحانه وتعالى تتفكر فلما تسمع سميع لا تقول الا خيرا بصير لا تفعل الا خيرا لانه يراك سبحانه عزيز قوي لا تخطئ على الاخرين تخاف من الله لانه قوي شديد العقاب لما تسمع ان الله رحيم غفور فتلتجئ الى الله سبحانه وتعالى بالطاعه تعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى تعيش مع صفات الله سبحانه وتعالى حينئذ يحصل في قلبك الخوف من الله حينئذ إذن حينئذ تصل الى تلك اللذه الذي يشعرها الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويقول المولى عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فالذي يعلم الاسماء والصفات وما طلب منه وما امر به ومن يتدبر ايات الله سبحانه وتعالى يحصل له ذلك كله كذلك من الوسائل التي تجعلك من الخائفين انك انت الخائفين لله انك انت تصاحب هؤلاء الخائفين لله. لا تصاحب هؤلاء الذين لا يبالون، لا يكترثون، وان كان هناك بد وداعي من مخالطتهم فمخالطتهم للنصح او للعمل فقط ولا يتجاوز ذلك التاثير على قلبك، فاللي ما يستطيع انه هو ينصح ويوجه وما في له حاجه لا يجالس الا من يذكرك بالله سبحانه وتعالى الا من يذكرك بالخوف من الله سبحانه وتعالى كان الناس قديما اذا قيل لهم اتق الله يبكون اليوم بعض الاحيان تقول له اتق الله يقول لك يا اخي ليش سويت انا تقول اتق الله يعني خاف الله اتق الله يعني خاف الله يقول لك ليش انا سويت لا يريد ان يستشعر انه يخاف من الله سبحانه وتعالى نريد ان نصل الى خوف الله سبحانه وتعالى حتى يدفعنا ذلك الخوف الى مرضاته، الى الابتعاد عن كل ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الخائفين له المنيبين اليه، الاوابين التوابين، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، الى ان نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.